مساء الخير للأخ أبو شادي الشاعر الكبير ابن لبنان هنا طليح حمدان. أهلا وسهلا. مساء الخير لزوجة أبو شادي ونجد أبو شادي. يسعدني ويشرفني جدا بوجود إخوتي من الجولان والجليل والكرمل حضور هذه الأمسية التكريمية الخاصة بالشاعر الكبير من طائفة الدرزية الذي نعتز به جميعا في فلسطين وفي كل مكان. بلا شك أبو شادي معروف للجميع وأخ كبير لنا نعتز به. ولد في قرية عين علوب سنة 1944 في لبنان، وبدأ مشواره الفني سنة 1963، وكان له أول لقاء سنة 1964 على ما أظن مع الشاعر الكبير زين شعيب، وبعدها كان له لقاء مدة 10 سنوات متتالية فنية مع الشاعر الكبير الزغلول حتى سنة 1975 على ما أذكر أسس فرقة الربيع التي نعتز بها جميعا. أبو شادي أدخل إلى الثقافة العربية العامة العديد طبعا من الأجواء المحترمة التي أعطت لنا المعنويات الكبيرة جدا في فلسطين وفي الكرمل، ونحن نعتز بك جدا أبو شادي. بالنسبة لنا إصدار الكتاب من قبل بيت الكاتب والأخ روي هو كان واجب أخلاقي وإنساني اتجاه الشاعر الكبير تقديرا على ما قام به مدة سنوات طويلة جدا في إحياء التراث العربي الكبير. نحن نحييك باسم المجموعة الكبيرة التي حضرت خصيصا من الجولان من الجليل والكرمل. نتمنى لك العمر المديد الصحة والعافية مع جميع الأسرة الكريمة التي حضرت خصيصا إلى الأردن، ونتمنى من الله عز وجل أن يعم السلام في ربوع منطقتنا لكي نستضيف الشاعر الأخ الكبير طليح حمدان في الجليل وفي الجولان وفي الكرمل. نتمنى لك كل الخير والتوفيق، ونشكر الأخ مجيد وروني وجميع الذين عملوا من أجل إنجاح هذا اللقاء ووصولنا لإغراء الشاعر الأخ الكبير طليح حمدان، وكل الشكر والتقدير لك روني ومجيد. شكرا لكل جميع.